إذا صور جميلة شفناها يعني لبنين، سنختصر يعني المسافات ونختصر كذلك الزمن كي نعيش جماليات الصورة بكبسة زر. إذا اليوم كذلك راه معنا قولوا فن آخر وفن الفوتوغراف مع سامي تواتي لرحبوبي. صباح الخير. صباح الخير. الله يسلمك. أول سامي نورها ونورنا بالحضور نتاعوك مصور فوتوغرافي، يعني مجال آخر، مجال يختلف كذلك على مختلف المجالات. نتعرفوا بداية على سامي هذا يعني المصور الفوتوغرافي والهاوي لهذا المجال. اليوم على كنت هاوي ولكن دكت بال كارت بروفيسيونيل تاع فوتوغرافي بطاقة رسمية للفوتوغرافي. أوكي. هي أنا بديت في الفوتو دونك كإبداع فني. شحال عندك دوكا راك في هذا المجال سامي؟ ماشي بزاف، عندي واحد العام، عام ونص، بالك عامين، حيت كنت فيها من قبل. يعني. كنت فيها من قبل هاوي. كل يوم نسيها كنصور الآخر، وبالعقل والعقل دخلت فيها. بديت بالهاتف كجميع ال اي هاوي يعني كما اليوم 2017 2015 الهاتف كاع عنده كل واحد يعني تقدر دير به شحال من حاجه. ومن بعد بديت بالعقل، بداو ناس بديت نحضر فوتو، دخلت الاحترافيه يعني تماما. شريت ديزاباري كاميرات بديت بهم. بون الحاجه الاولى هي الفرق بين التليفون والكاميرا، يعني لا يعني اكيد يعني دوكا احنا تختلف صوره الشخص العادي مع صوره المصور الفوتوغرافي المحترف. يعني انت كمحترف اليوم سامي، وش هو الفرق اللي تلمسه في يعني في الصورتين؟ الفرق هو لك ان تاخذ هاتف نقال، يعني تلتقط الصوره عن طريق الهاتف. ما تقدرش تعبر في الفن كما بالكاميرا. ما فيهاش نقاش، يعني بالهاتف عندك امكانيات ولكن اسمو ريدويت، يكونوا مختلفه محدوده. فوالا محدوده. يعني لا ولكن مثلا انا اليوم عندي اباغي فوتو ولكن انا شخص عادي يعني ونقوم بالتقاط الصوره، وانت كذلك راك محترف، لكن واش هو الفرق ما بين الصورتين؟ فيما واش هي المعايير تاع الصوره الاحترافيه؟ الفرق ليا انا هو كي تستعمل الكاميرا تاعك، تقنيات كذلك تختلف. تقنيات تقدر تستعمل دوك كامل لي زاباراي فوتو عندهم لو مود اوتوماتيك وعندك لو مود مانيوال، وانا ليا ديفينيتيفمون الفرق بيناتهم. يعني باش تعبر كاين ابداع الفني، تسمى دوكا لو كان تكون انت في لافوتو ك كيفاش يقولوا تصور الاحداث، تصور الاحداث، طبيعه، هذيك بلوز ما تقدر تستعمل اوتوماتيك، بصح في الابداع الفني لازم تكون احتراف. كاين تقنيات لازم تمشي عليها، معايير. فوالا كاميرا اليوم سي ماتيريال تكنيك تري كومبليكي، وانا فريمون زعما شفتها وحسيت بها منين جست من التليفون. انا درت في بالي قلت خلاص لاباري عندي تليفون سي برانسيب واحد، نفس الشيء نجوز من التليفون لاباري، بصح من بعد ديكوفريت باللي سي عندهم قرايه وفن وتشوف باللي فوالا تشوف باللي دي فوتوغراف لحقوا 10 سنين ديكسبيريونس، يقول لك مازالني نتعلم مازالني نديكوفري. هذا الشيء يمكن لمسته بحكم يعني اقامته في امريكا. فوالا انا بديت فوالا كنت عندي دي فواياج تما، ولهذا الحاجه اللي بديت بالتليفون كي كنت نسافر دونك بديت نصور ومن تم اللي بديت. يعني وكيفاش يعني اللحظه باش تكبس نقولوا الزر على حتى يعني تلتقط الصوره، واش هي اول شيء تشوفها واول لقطه لازم تقوم بها؟ صراحه انا نحب الابداع الفني، ولكن نكون قادر نمشي في الطريق نشوف حاجه بعيني هكا نمشي ونحبس وندير في بالي لازم ندخلها كصوره، ثم تولي تعبير فني. يعني هذا الشيء يعني اللي لاحظناه من خلال الصور اللي رانا نشوف فيها مع بعض، يعني صوره صح مصور فوتوغرافي محترف. هذه مثلا في الجزائر كما هذه الصوره اللي راهي في ليكون، تشوف هذاك الاطار، تشوف الاطار وتميز، دير في بالك تحب تدخل هذا الاطار هذا في كاميرا. هذه يعني وين التقطتها سامي هذه الصوره؟
هذه بايون في الجزائر دونك في العاصمه راهي ماهيش بعيد لا غروند بوست لا بلاص دو لا غروند بوست دونك هذه ليا انا سي الحاجه هذه ما تقدرش تجيك في ثانيه ولا 10 دقائق من داك تقدر تقعد نص ساعه باش تجيك هذا المومون باش تجيك هذا العصفور يجوز على الاخر استنى يعني تقعد اوكي خطرات يعني شحال في الراسي نتاعك من صوره اليوم انا هذا عندي بلو واحد الالف ديفلوبي ديفلوبي ماشي بابي تما نيوميريك تما الف اللي تريتيتهم خدمتهم وباش خرجت هاد الالف ولا 1500 نكون عندي دوكا او موان 50000 50000 صورة. ولكن نعرفوا انه اي شخص عنده حاجه يعني يميل ليها يعني انت كفنان فوتوغرافي اكيد تبقى في الذاكره نتاعك وفي ذهنك يعني صوره اللي ما تروحش من بالك كانت اكيد من التقاطك. الصوره هذه عندي ماشي غير واحده مي انا ليا سي ليفورت مع الصوره اللي سقمت لي وقت بزاف ولا كيما وين التقطتها وين كانت؟ عندي صوره هنا وعندي صوره لهيك ثاني في امريكان وواحد المومون هكا تجوز اربع سوايع ان سول اندروا باسكو على بالي بلي شفت هذيك الحاجه وهذيك الحاجه صعيبه باش تصرا دونك يعني لازم سور بلاص ومن بعد الشخص اللي يشوفها ما يدخلش في راسه بلي هذه الحاجه صرات في ربع سوايع ولا هو يدخل غير هكا يشوف صوره يقول لك شابه لكن انا ليا الصوره اللي عندها بزاف فايده سي اللي اللي تتعب عليها صافي دير واللي تستغرق وقت منك واللي تكون متكامله اللي تكون متكامله خاطش سي ان تشالنج ما كي تشوف هذيك الحاجه تقول نقعد هنا ولازم تصمت مع روحك سي با ماشي تلحق تما دير التصوير تاعك وتجي رايح فلا بلو بار دو تقعد تستنى ساعه زوج ثلاثه تقدر يعني ونحكوا كذلك بحكم انك يعني عايش خارج الوطن وش هو الفرق ما بين الفن التصوير الفوتوغرافي هنا في الجزائر وخارج الوطن؟ انا اظن الفرق يكون في التحريف اولا اهتمام يعني بهذا المجال اهتمام وفي ليشونج دانفورماسيون تبادل الخبرات تبادل الخبرات حيت انا تعلمت قدرت نقدر نقول اليوم بلي تعلمت ولحقت لهاد الدرجه خدشت تما في امريكان باغ اكزومبل تعب يعني كلش. لا ولكن اللي فوقك يطلعك معاه اكيد ما يعطيك كلش كي يشوف كريتيك كونستركتيف نقولوا الانتقاد الخارجي يعني كريتيك كونستركتيف يشوفك يقول لك هاي لا فوتو تاعك فيها ديفو هاوش لازم هنايا لو بارطاج دي زانفورماسيون راهو ناقص شويه وانا نحكوا كذلك يعني اللي يحبوا انه يشوفوا الصور نتاعك وين نلقاوها سامي دونك اليوم راني اكتيف شغل لي ريزو سوسيو انستغرام فيسبوك عندي باج فيسبوك عندي باج انستغرام بالاسم تاعي سامي نوار مثلا موكلي تكتب سامي نوار تخرج لك سور فيسبوك ولا سور انستغرام عندي دي كونت بال شاك تيب دو فوتو فوالا كاين طبيعه كاين الازياء فوالا على الجزائر يعطيك الصحه نورتنا بالحضور نتاعك سامي نوار